خطوة النقاء أول خطوة تجعل الإنسان يتحول من حالة الخوف إلى حالة الحب. بعد قيامة السيد المسيح، المسيح ينادي بطرس الرسول الذي أنكره ويقول له: أتحبني؟ أنت تعلم يا رب إني أحبك. واللحظة ده هي اللحظة اللي تحول فيها بطرس الرسول من حالة الخوف إلى حالة الحب الكامل، لأنه نقى قلبه وصار قلبه ممتلئا بمحبة السيد. والقيامة هي التي تستطيع أن تصنع هذا، يتحول من الخوف للحب، واللي يعيش في الحب ده ما يخافش أبدا.